مهندس ولا نيابة ولا انتوا بتوع الكهرباء؟ بقول لك نظر، انت مش صاحي من النوم؟ ما شفتناش في الحلم ولا ايه؟ We received the following excerpts describing the great event. This year, the show is expected to... ظبطناك بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. أنا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. أمال فين المقدم معتصم الألفي؟ الألفي خلاص ما عدلوش دعوة بيك. أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي. قضيتي. عرفت إزاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كابوس. كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟ إنما إن المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعة الأسيوطي، اللي عمرها ما جابت أي نتيجة، ده شيء لا يمكن أقبله أبدًا. وعرفت إزاي يا معتصم؟ يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس إن إحنا جوه لعبة، عارفين قواعدها، وقبلنا بيها. فما فيش قدامنا غير الصراحة. حسن بهلول ده قضيتي أنا. طيب. اقعد يا معتصم. ولغاية إمتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقة منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقة. حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا إحنا. أنا كان كل همي إنقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه إنقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. إحنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. إحنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟ دي طريقة الأسيوطي. وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟ صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ظهري. أنا لو كنت فشلت معاك، كان واحد غيري استلمك واستعمل القسوة معاك. زي ما حصل لك بالظبط. إيه رأيك يا حسن بدل عادتك دي؟ ما تيجي تشتغل معانا. مرشد يعني؟ حاجة زي كده. سيادة المقدم، أنا عين البلد مش عين الحكومة. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. أصلها كانت هواية قبل ما تكون مهنة. أنا كمان بعرف أنشن كويس. كنت بلعب زمان في مدة رفاعي لعبة النشال. سبت مرة علب السجاير شربتها كلها مرة واحدة. ممكن أجرب؟
ممنوع بس ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل قصدي الرده. هضرب على طول. مسدس جامد اهو. شد ايدك جامد. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا اسيوطي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي طيب عادي زي ما كنت بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد قدام التلفزيون ونفض على ركبنا بطانيه من البرد. اهو ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبي بتاع امك. ما تصبري اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه وتيجي السنه الجايه اقلع من اللي قبلها وحتى تتقل اكتر من اللي فاتت. الله الله جراها النو. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنه سنه. ما هو خلاص ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله 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 ده كلام يتقال برضو. في ناس قاعده جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر والهدوء لازم. ماله بهناك؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا سبع سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه. كل واحد منهم يروح المدرسه. دي مظهر واحد عيلها. يا لهوي. انت قالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. مستقبلك دي مظهر واحد عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. انت اللي غلطانه وتستاهل اترقبتي كمان. ده شكله باين عليه نصاب. يا مالك يا وليه ما تخليكي بحالك. مالكش دعوه بيها الهاني ما قالتش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك. انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا. انت عامل لي فتوح. انت مالك؟ واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. قدامي قدامي.